بدو الزكي كرة القدم هي معنية بصورة المغرب، وكان تضرب منه باش يعتل المغرب ويعتل المنتخب ديالنا، واحد الفرقة اللي غتفرح المغاربة واللي غنربحوا بها كأس إفريقيا إن شاء الله في المغرب، واللي إن شاء الله علاش لا غدا تا هو نتكلفوا الكأس العالم، لأن كنظن المغاربة تحشوا كأس العالم من 1998 ما مشينا عليه، وحان الوقت باش نكونوا فيه. وكرة القدم لو كانت عندنا يعني كان عندنا منتخب قوي اللي كيشارك في الكأس الإفريقية اللي كيربح كأس إفريقيا واللي كيشارك في كؤوس العالم، لكانت صورة المغرب أحسن بكثير، لأن فين ما كتهز راية المغرب كان عندنا القروج. اليوم عندنا الحمد لله بدر هاري اللي كيهز راية المغرب فين ما كيربح شي مباراة. خصنا نكثروا من هذا يعني من نشجعوا الرياضيين ديالنا، ونشجعوا اليوم المدرب المغربي ديالنا، ونكونوا موراه باش ان شاء الله ينجح في المهمه ديالو. هادشي اللي نقدروا نقولوا ليه، شي حاجه اخرى.